اليوم في جدة تجنس. ما شاء الله عامكم خلاص مشيت من جامعة الأزهر في سنة 66 أنا ولدت المرتضى دكتور عبد العالي. ما شاء الله 66 تخرج بعيدي. عشت في السعودية تقريبا 27 سنة. ما هي السعودية شو؟ كنت في وزارة المعارف لكن حسب يعني احتياج أنا كنت أنتقل في منطقة حائل. في حائل الحقيقة ما أعرف إلا بعض الأماكن بس. الحقيقة أمثال الأخوة لا يوجدون الآن. الله يبارك فيك، كثير أمثال الأخوة. في 66 متخرج في 66 أيوه وجالس يخدم الناس أمثاله غير موجود. الحمد لله. هذا توفيق من الله فضل من عنده. وفق الله قدركم. الله يحمد الله. يا هلا مرحبا. والشيخ عبد العزيز.